يا من يرى إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى وتمسكوا بالعروة الوثقى واشكروا نعمة الله عليكم
حيث أرسل إليكم أفضل رسله وأنزل عليكم خير كتبه، خير كتبه المهيمن على جميع الكتب من قبله، كما قال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، بما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ولنشكر إخوة الإسلام على نعمته إذ أكمل لنا هذا الدين وأتم علينا النعمة، فقال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأنزل الله تبارك وتعالى علينا خير كتب، أنزله أمين السماء جبريل عليه السلام على أمين الأرض محمد صلى الله عليه وسلم في خير يوم، في خير ليلة هي ليلة قدر، في خير شهر هو شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ليخرجنا من الظلمات إلى النور. فقال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فيا لتعاسة من يختار الظلام على النور، ويا لتعاسة من يختار الشقاء على النعمة والكرامة والفضل. فقد وصف الله تبارك وتعالى وقص علينا أمما سابق اختارت الأدنى بالذي هو خير، كبني إسرائيل حين أنزل الله عليهم المن والسلوى وأتم عليهم النعمة، قالوا: لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. اختاروا البقول على الطعام الشهي اللذيذ، على النعمة التي اختارها الله تبارك وتعالى لهم. وقص الله تبارك وتعالى علينا أمما سابق اختارت العماية والجهالة على النور وعلى الهدى، قال سبحانه: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال الله تبارك وتعالى حين سألت قريش آيات معجزات وهم ذاهلون عن هذا الكتاب المعجزة، عن هذا الهدى والنور، قال الله تبارك وتعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليه إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ثم إن الله تبارك وتعالى ضمن في هذا الكتاب كل ما يحتاج إليه الإنسان في معاشه ومعاده خير الدنيا والآخرة، فقال الله تبارك وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة
وبشرى للمسلمين. يا لها من نعمة ويا لها من فضل، بشرى وهدى ونور. ويقول الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه ولعلهم يتذكرون ولعلهم يتفكرون. وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه المحجة، قال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا ينحرف عن هذا النور إلا هالك، إلى طريق الدمار والتعاسة والشقاء. وسار خلفاؤه رضوان الله عليهم على هذا الطريق، سار أبو بكر رضي الله عنه، وسار على هذا الطريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسار عثمان رضي الله عنه، وسار بعدهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم توالت حكومات الإسلام ودول الإسلام، فجاءت الدولة الأموية، كان القرآن هو شريعتها، كان الدين هو الحاكم بين هذه الأمة. ثم جاءت الدولة العباسية واستمرت على مدى 5 أو 6 قرون، وكان القرآن والسنة وهذه الشريعة المنبثقة من القرآن هي شريعة هذه الأمة، هي التي تنظم حياتهم وتحكم فيما بينهم وتنظم شؤونهم. وجاءت بعدها الدول الأخرى من المماليك، ثم السلاجقة، ثم أخيرا العثمانيون. واستمرت دولة الإسلام في الأندلس 800 عام، من سنة 92 إلى سنة 798 هجرية، 8 قرون تحكم بهذه الشريعة. وأنتج فقهاؤنا وعلماؤنا على مدى هذه العصور المذاهب الفقهية والأحكام الشرعية التي لا توجد في أمة من الأمم. فصارت هذه المذاهب والمدارس الفقهية التي قادها الأئمة، الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، وبعدهم الإمام أحمد والإمام الشافعي، ثم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ومن تبعهم من الأئمة، من أئمة الهدى والنور، ساروا على هذا الطريق وفصلوا وبينوا، وكلهم يأخذون من هذا المعين الصافي كتاب الله تبارك وتعالى، الذي هو خير الكتب، خص الله تبارك وتعالى بهذه الأمة وأنزله وشرفها بهذه الأمة. فقال سبحانه: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ثم بعد ذلك أيها الإخوة، بعد 14 قرنا، فإذا بالاستعمار يستولي على بلاد الإسلام ثم يزيح هذه الشريعة، وإذا بالمسلمين يقولون كثير منهم بجهلهم وبعدم معرفتهم لدينهم وبعدم إلمامهم بما أنزل الله عليهم من النور والهدى، فإذا بهم يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، يأخذون الدساتير الغربية والقوانين الوضعية وحثالات أذهان البشر ويستبدلون به هذا النور. فشقت هذه الأمة وذلت، ولا تزال حتى تعود إلى ربها. فهل من عودة وهل من توبة إلى الله تبارك وتعالى لنقول: يا رب عدنا إليك وتبنا من هذا التيه ومن هذا الظلام، وعشنا الشقاء والذل حين تركنا دينك؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق هذه الأمة إلى كل خير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفرونه هو الغفور الرحيم. Thank you.
الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة المسلمون، إلهي سبحانه وتعالى ومدان وحكسو دجيي كتبتي سا كتابكي وخير بضنا وغفضل بضنا وحكسو دري إلهي سبحانه وتعالى بمنه وفضله رسولك خاتم كأخائي وقدميي وقنا فضل بضنا رسوش إلهي. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. إلهي سبحانه وتعالى وحكسو دجيي كتابك بشي وفضل بضنيت بلاها أي دولك الأسود جي شهر رمضان المبارك وحال الأسود جي هبين كي وفضل بضناها بندى ليلة القدر وحال سود جي وإلهي أسود بي أمينكي مضحي ملائكة صمد نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وحكو سود جي قلبي نبينا عليه الصلاة والسلام إلهي سبحانه وتعالى أمضاس نبي محمد عليه الصلاة والسلام أيوه وحكو شرفي كلام كيسي أنا وحكو شرفي كتاب كي كتبتي هرق الدم صوكوي سيد إلهي سبحانه وتعالى وكل يلي نبي عليه الصلاة والسلام وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب كتاب صوكوي توراة إنجيل يزبور يصحف إبراهيم وحي الوقت رأي ربنا يصبو صوكوي خير كذي يولاب يدي وهلك الإلهي صوكوي ومهيمن عليه وكتاب الله صوكوي كسر يأو حكمه وإيه أي أسوأ نرجع إلى النقرية مركز إلهي فاحكم بينهم بما أنزل الله كتاب كسداسة وأن كل سود جني نبي محمد كل حكم كابا هم نقضوا المضى كل حكم يسو ولا تتبع أهواءهم هولوا ذا الراع إدي كاك حيليس كتاب كاس أمريكا كل حيليس هولوا أي وقتا ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق إذا واحد سوري على حق يهو كتابك هو حق وحيك الصهر نوهو عما جاءك من الحق أي إله سبحانه وتعالى كجري نبي عليه الصلاة والسلام سيدا سوينو كسو قدبي خلفة سي طريقة سيد مرين ساروا على نهجه وضلي سي بيقاضين ومضي كدن بي سيئة مسلم كأحين وضلع سيقاطي ميّرن ومضعنو دستور كله وهواء وعن أحين شريعة الإسلام كتاب كقرآن يسوع النبي عليه الصلاة والسلام خلفاء الراشدين بس لا كتغي دولة الأموية تنسى سيكتغي دولة العباسية تنسى سيكتغي دستور لك يا مال كله أما ضد كله سوقرين أما إد كله أين يرسي وما ضاس ميارا وما ضد مسلم كان ميارا ولقد ميارا ساسي قد ماطي دولة دي كدن بيهي محا مماليقة محا أيوبيين محا سراجقة محا خوارزمية محا أندلسة شرقي قربي وما ضد أدوك أردن إنت قبصتي شريعة الإسلام خيب شريعة كاملة وكتاب القرآن كي يصنع له أسرعيهين ثم بعد ذلك فقه الإسلامي أها أوبل بلاهي وتفسيري محيط هاي كتب تنوت الله وأن أمد الدون كتشوك تعاني لهين مركزة أمد أن قار كمله وحي إسكرام الدقيا أمده هره أمه رحيسا وأن
فقهي أيضا، وعن أحكام أيضا، وعن دين إلهي مسلم بجية أيضا، وعن أحكام شرعية أيضا. أنا أقول واحد هيستطاع دين محفوظة، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له الحافظون. أن إد بذلك التاجرين كتاب أنزلناه إليك مبارك، إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل وباطله وإنت إليه مسوك ليسو وحيدين بيانيني حكم كدهننا دقاليني حقوق ديني سياسة ديني علاقات كأبو ملاح ويرى الله إيمان مربي يبياوك قويسك وكتب الفرع ويسالينا إلا مسكوش صاحب الشارع حتى كما تقين موحو كتب يا كتاب كإيمان سوكوري صار السود ظاهر الله إيمان وقف ظاهرة ونبيفة بليزة إيا أركيزة إيا بلنكيزة قف ظاهرة الله الله كتابك سوكوي نيا كتغي سيدا قلنا الله إلي سيدا معاشك نوكرا قال الله إلي سيدا قلنا قمنا حيلي سيدا لسوء كلنا حيلي نحيط هاي تاسو فهم دارو يا رب قول الصلاة بأمد سيدة سعتي قول الصلاة دستور قاعد ودمد من الصلاة قطار وبشرك ومسكح وضوحي اي كهل الأمد هي جمع الله صوت وعن كتاب اي افستين سنة اجري لقاته وحي صوت بحضي مركي دولة الإسلام كأي بورتي وبقول صلاة كلية هذا واحد ليه شريعة الإسلام كا فهم وحيوبا هانتا هاي ان وقت الله دياري وحيوبا هانتا هاي ان تبكى الله دياري او لقد ارجيو تبا لكم يا لقد ارجيني ما شايك سيداتك السلام ورسول الله مسا كل يا رب قول الصلاة عن كل مين يا كل يا رب قول الصلاة كيف على الله ومدى وده قول الله تاريخ مين إليك ما حالي إليك من جري انت استعمالك حسام قليل بقول صلاة صوماليا محيط فوقون جري ما يقول لك مثل ذلك المسلم كاي ما يقول لك مثلين ما قالوا لك انجلسك يقول لك مثلين بس كنت تلقاني بس كنت فرنسيسكا قول لي ماذا وحاسو ثم ايها الاخوة ذلك يا ليه مرتين المروحة مياري يغي اقول ليها مباوه باي اقول ليها الاستعمال سود مياري مباوه باي وان دي تسوى حكاهم وكله وحا لعبة هي هي شرعي إسلامك ومدي إمراد دياري ما كان سميها كسر بيئيا قوانين لقد سميها بيئيا ميالها أولو ككبو ومدى مسلم كان الله ككبو سوما أوليدين وما الله هو يبقى البيتك إلا يوقع هيا مرتي كل إيس وما الله بقول الصلاة إن مرتي لو يوقع قانونك برشدة قانونك أحكام تجمعية أحكام تشرعية وحتى دستورها الخبرة فرانسيسك إيه إنجليزك إيه غير كوبا ذاتك استعمال صلي وضمن المسلمين أما صوق علي أما الله يريري إلي قاتل فقه المسلمين أو إنجليا قوانين توضا وهي أمد أي فقه وقرية وأبواب تحكم قوانين وقرية تحي مجرتو عن أمدنا هي waxa socda marka maalmaha dadka Soomaaliyeed dhexdood dastuur balale baqmad Soomaaliyeed oo dhigaya dastuur muhiim dastuur muhiim horta dastuur kelimada horta sideedaba ajamiya asalahan ma arabi وكلمة فارسية كلمة فارسية ويه سير هنا العلماء ما عجنتو وحا معنى هيدو يحي كتابك اما بوغا لغقرة اسكرت ايو قوانين تبقر كو صوصارو
وزير كيس انت اسئله معانا طيب لا راح اعرف ايه هو انت دست يوم ور دست وقاعده ور نواه صاحب القاعده صاحب الكتاب كتب لي واحد صوره تركيا بين اسره وليكتين حكم الجريمه المسلمين يلا اه نقطتين قانون كذبنا وحا يسوق شيء عربية يلا إيه كلمة قانون كذبنا نقطة قانون كأساس لها إيه الدولة اللودجية موضع هالمعي ما لصمين كرا إلا صميه نظام ومدى كل حاجة أو لتفصيليه كنا صليصن كتابك إيه الصنة وحمان عملها ما هذه وانا صبي سنكرا مسلمين تقول حلوة دو حلوة كوي شين كرا اتفاق بيدي ان كرا شعب كا ايو ذاتك حكومة يو حلوة كوي شين كرا وهي شيز لكن وحا شرطية نظام كلا قصة قاضية ايو يهي كتاب بيسونا انت صبو شرطية مالها قاكوط استعمال كوحة لسوكرية مركب دستور هذا الشريعة الإسلامية وأبنيكا أما وصنيكا أما وماشي أقبل ما بقى أحكام تقامون كالدستور كان الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع أما وحنا ورانيا مبادئ الشريعة الإسلامية سنة هذا كم بقى قرام مبادئنا شريعة الإسلام أو محاد عين لو قرام وهي شريعة الإسلام كتوص محاد المبادئ محاد مبادئ محاقات لو صاريها وحاول من توصل مو أبارة شريعة الإسلام حباك وجه مبادئ لا شريعة الإسلام كذبنا وحال أغنية نقول ما في لنا لأنهم إيه قيم كم يوية ما لك أنا لو حواك الصوت على هنا وحال أغنية شرعي الإسلام شرعي الإسلام إيه الأيه كم متهاي وحكستا أو نافع أو أن شرعي إيو نص كفر إيماني إن الاستعمال كتو إذا هو مو معنا إيه أتراه ملك لو حكمات سنعي إيه ربا إيه يكون جلته شرع هذا رفت الآية كم تاعي المصالح المرسلة بدليل مكرفوك كان هذا عليك إذا الاستعمال ما قانون إنا مصر يا ربا بس شرع هذا إيه ربا مصر حصو معها ها ما إنا كوب رابا ها ما إنا إله لابا وإنا الملكة وحكسو قاتا ما يشرع هذا إيه ربا مصرحا وأن كهر إيمانين دين تيدا إذا لم نحري إلى أن إله أصلا أما ملك الآن كان صلوح مو بارد لكن هو فهم ضر إلى أقوم ضر وحكم إيمانية وقتيا صومالية هذا دستور كان ليها وصلي يا أجل وحيالها أجل بالبطن أمور تسوق له الرئيسة دم السر دم ما أن قعدتكم جريبوا السيد يبقى عندكم يجروا دستور هاي روح مايا قعدتكم يجروا بلك كل يا الله تنسى الضربة قعدت يوجع يبقى عندكم يجع دولة ما تعلو دولة ما لها إيرا ما له أرواد ما له دك يصير سوء إيمان بقول لك سوء سكر ببيني بس أنا يدرسها تيها وقت السمايو ثم يا الله دستورك يا سمين يا خان الزكري يا العتب بحماية يا إستقلمي يا قريش يا لويدي وحاوته ضد عن صومالي هاي وما ضد صومالي الموضوع بلسانه أفكاره وهذا والله با إيه ولم أو إيه أولد وهين أو سمين ودكته ولا ريال أنا لا أصاب بلوي وقت هوري دلك ما دم بانا وحبا كجرين أو مستعمرة أو إلا ما حد يحق يوم دمية أو عيد دون تأسيو قريس أو قوقعان أو دولد ممكنة أو دلك يستطاع معي أو كان صعبة باوحا لوسي جدينية باوحا لوسي جدينية نظام يلا هدى كجرة دستور كان قلب بنا كجرة أو أعرف ربنا أو كل بلو أقلطان أو يكمل تحين قوقعين تدرك أو يكمل تحي الجنسية دي سي ملاح تنمى ديسا أو يكمل تحي بدك مواطنين تأسيل أين قرى يمسيرك أو يكمل تحي دين كالوضع أمي يأي بدك قرى أمي حقا بلا مثلا قف ودين تون دين تي سحر أمي يأي سود ونقول أمي
مدينة كلا يا صومالي عندي الإسلام هاي كل ركوب هنا دي بس هذا لو تبهدين إياه هذا يصوص على تايو بدي بعرف ما دينا كلا إلا يلا دينا كلا جرا مركب كنا ومن كلا ما هي قريب ما هي كاري ما هي سوكري ما هي تايد دوت كيري زه دوت كلا صومالي طبعاً ما هو كلوا وين أمي قال يلا ودي لك كلام ميا ما هو كلوا وين سوكري قال لك كلام ميا هذا هو قبلنا يا غيرهم كطاي كذاب المفتون ما حالك يا بدمان واريا إلهي سبحانه وتعالى سيدنا فضل بدأ يفرق كل شيء وقت جينا قبل أمة الصومالية إن تراه إلهه بما تني مجاتي ومهو جاتي كفوا عن شيء أو كفوا عن أي دين تاع إيه كتاب كاع إيه سنة النبي عليه الصلاة والسلام إيه إنا أنو أنو بحلي لك جاه الشيلو فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله بلا إله سبحانه وتعالى أعلي هذا الله سوق وطان إلهي كتاب كيسة إيه رسول النبي عليه الصلاة والسلام سنة نسوي علية إرضي قانا وعدي بني وعن وحر عسرنا هي أترونه إيه يونيت نيشن إيه 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 غير كيه بلو علينا إيه أي سي يو أي سي جي إيه ناشا نقوله شن إيه تران دولة أي أكاعد ليسا مصير كيني ما كيرو الله والله كتورت كاني مصير كان أنا كتشنينا ومن دان عمي عوض الشرية إلا هو كل صنع مني ما كان أرام رهين بعد وحادنا وان كدولينا وكقيدينا وإس إس حرامينا وحن ليش يقول لي بقى وهي تستور لي هو بعلاقة حقا 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 رد بقايا يقص الله ومد بلا واحد يدرنا بلا واحد ومد بلا واحد يعطيه بلا واحد يعطيه ما كان أرام رهين أيين وحن وحادنا كهرامينا دستور ثم وحين ما قلنا كو إلهي سبحانه وتعالى كشكينه فهديناهم هنون بارسيني كتاب بارسيني نور بارسيني افتين بارسيني مقدروا عليا نور يا علم بارسيني جهلوا عليا افتين بارسيني إن عملوا عليا فهديناهم فاستحقوا العمى على الهدى معاكم هيك مركا فأخذتهم صاعقة العذاب الوحي بما كانوا يكسبون وحقني بني إلهي سبحانه وتعالى صومالي وحيو باهتين إلهي وطوات كانتو بدك كشق إلهي أهمها ما وضع أرانا يكل بقد خيانة وضع ما أرانا يكل بقد صومالي بي إبن الهوان ما أرانا إيوه وإي بدك سكو بدما إلهي نعدال الدواء جعلي كل هذا كل شيء رأي حمهنا ما وضع أحدد صار كل ضمير إيوه ضد ضمير كودي وضع بنتي أو صومالي ما وضع أحد بدل كذا ولا كذا نيا كم ضمينا يا جماعة تدريه أما أضيالها أما سياسيها لكن زا أدرينا وحنان هاي وحماسة عرفة دماء إيا واحد إنويا ما يسكون من معها وقت اللي معها ولا غنى وصف الضرين ورسم يرين على كل شخو منها ما يجوفر وما تصور مالينا يسوط الأرض وراه يشيوسو ودل كيرا ومصير كيزي كتا شطو كاسو يكرو يالا وإله يرهون قطو ودل كيرا كدورا عندها
يا نورك يا افتينك الهي نسي تاريخنا هو يسعد الهينا سبحانه وتعالى وارك الهي سبحانه وتعالى وارك اولم يكفهم ان انزلنا اليهم كأن انزلنا عليك الكتاب يتلى عليه مواقف الليل لي الهي سبحانه وتعالى كتابك وسدج مواقف الليل فماذا بعد الحق الا الضلال محبة من راهين وقدم اياه كتابك الهي سبحانه وتعالى يا نورك اي افتنك اعد قال تاريكوك ولسانيس شرف اي عز الدنيا اخر ما يكون يا رئيس هبيدنا الاقوال ورهين ويدي يدتك اقوال تقول فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون لكي انا اقوال ورهين ويدي يدتك اقوال تقول ومسلك ما في سيكون جوانا علم ذا ويدي يدتك اقوال تقول ويدي فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون هل اجي راحل ومضى ما اعلم ارهين يا وحال الاقوال ورهين قلت لكم إلهي سبحانه وتعالى توفيق لها نوافج هانو ضعنا نهي ورا ريالينا عندما ما انتهى بإلهي وطولتك نقطة أصر كائنا كالصوب ونوي شاكوين كبنان كأيانا لكو يانا لكو اللي نكو وريريني ومدى الوقت يعني هذا بيستور يا كهبش ما تشوفت بدك لنا قاعدس بل كان يقعك ما تشرب بل كان يقعك ما تشرب وانا سيد مضيرية دستورا لك السميرية بقولي تغنبوا بلوك الغيرية بل ما حيستد بل ما حيستد بل ما حيستد قوم دستور صنيستا وكه بشا ثم بعد ذلك يا بنا قلبك قوة قلبك قوة الدستور كبير دمرك وإلي نقضان دمان هي على هدى ويدة عجائي بنا ما انت المشكلة دي يا دوي صوت ما تي مركو حكى لك صوت ما لك مشكلة كلو تعالى ما جبت قلبك قوة إلا بدي ما هي دمرك وإلي نقضان ميل كستا هي هيئة كستا إلى كوتشيان بقولك إلى صدم إلى صدح وإلى نقلان دم ما راح تسمع ولا صبينا يوم حكاية بنا أمريكا ما كان على تاس إنجليز ما كان على أمريكا كحد على شغل أو بقول يخطو كسر الدستور في المسلس عليه يا إني ساكون بريس كوتشت نسمع له من حيه بقولك إلى رات المجاه قالوا ليه هو ده مسكين هو فقير هو مسلم يا مرك ولا ريال شكل المخايلها شهر اللي قاعد به يا ابو مضو كله مين ومضو وين الدين تلو نوط قانون يا نظام كلا هذا سوما واهي سنة وانا لينا انا مقودة بانا مباحن هدانا نقول ويدي دتك يقان ويا لا ونكو قرية هدي انا رمنا حتى المكان السلم على اتفاق يرينا مرنا سوما وقرنا انا لكن انا بحرقة انا بحرقة قدرك يا حر او ترى يا حر او دينك يا حر او قرانك يا حر او بل اتفاق ربنا قرانينا ام الدستور الاسلامي هو ان بعنا انا كده وارقوا هالكسب وكحرية وحكى لنا بنام العظيم اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم انا نسالك العافيه في ديننا ودنيانا واهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعلى ايماننا وعلى شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا اللهم ابن لهذه الامه امر الرشد يعز فيها بطاعتك ويذل فيها بمعصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم امن المسلمين في اوطانهم اللهم امن المسلمين في اوطانهم اللهم ول عليهم خيارهم ولا تولي عليهم شرارهم اللهم ول عليهم خيارهم ولا تولي عليهم شرارهم اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار برحمتك يا ارحم الراحمين وصلوا وسلموا على هذا البشير وسراج المنير ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته الى يوم الدين ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أن أفيضوا علينا من الماء أو مما
يا من يرى جناحها جناحها.